طب كنت يعني لاعب وماستر وغيره، مين كان مثلك وقتها الأعلى، ودلوقتي مين المفروض هو الأبرز في هذه الرياضة ومن أنهي دولة؟ هو دايما قبل كده كان المدرب بتاعي اللي هو كان مثلا ان هو اول حد اشوفه، واكتر واحد في نفس نوع البطولات دلوقتي هو كان كابتن يحيى عبد الحميد. يحيى عبد الحميد هو بطل عالم وكان مدرب منتخب فتره من الفترات، وهو اللي تبناني في القطاع دوت من التدريب. دوليا في اكتر من حد، لان هي اكتر من مرحله. الكوريين واخدين باع كبير جدا في الموضوع ده، وبعد كده اسيا تعتبر كلها ماشيه وراهم بالترتيب. واحنا فين بقى بنتقرب؟ احنا في 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 الكروجي الاشتباك احنا قريبين جدا جدا، لكن البومز احنا كنا قريبين فتره وبنبعد وبنقرب لمشاكل كورونا، لان هي محتاجه تدريب كتير ومعسكرات كتير، لان كل حركه ليها تكنيك ومكان واتجاه وبدايه ونهايه بتدقيق بالملي زي ما بيقولوا. فهي مشكلتنا ان احنا لما بنبعد عن التدريب بتبعد عننا شويه، لكن احنا عندنا بطولات عالم كتير جدا محققين فيها. كان كابتن يحيى عبد الحميد، كابتن عبد الفتاح، كابتن طارق الجندي، ناس كتير جدا كانوا محققين نتائج محترمه جدا في بطولات العالم.